اي حد بيسمع عن اهرامات مصر اكيد اول صوره بتيجي في باله هي دي. ولو سالنا اي حد اجنبي في كام هرم في مصر اكيد 99% من الناس هتقول 3 اهرامات. فالنهارده ومساعده مجموعه من زمايلي المجانين قررنا نزور كل هرم في مصر في اقل من 12 ساعه. خليني اشرح لكم بسرعه. مصر فيها ما لا يقل عن 114 هرم، بس للاسف مع عوامل الزمن ولظروف لا يعلم بها احد كتير قوي منهم اتدمروا وممنوع زيارتهم. ولكن من حوالي 200 سنة جاء راجل اسمه ليبسيوس وقرر انه يسجل كل اهرامات مصر في لستة على اسمه، واللستة دي تعتبر اول محاولة في التاريخ لترتيب اهرامات مصر بشكل ممنهج، وهي دي اللستة اللي هنمشي عليها النهاردة. وبدأنا يومنا الساعة 6 الصبح علشان نلحق نوصل لاخر هرم قبل غروب الشمس. معانا في التحدي النهاردة يوسف رمزي، احمد بدوي، اسلام عادل، محمد الدودي، وضيف الشرف كريستينا. لقينا البيس بتاع الهرم اللي احنا رايحينه، لازم ننجز عشان الغفير هيجي يقلعنا دلوقتي. التشيبه النهارده اوف يا نهار اسود، انا كنت بحلم بالمنظر ده من زمان. انسين ايه اللي بيحصل دلوقتي يا جماعه؟ المنطقه اللي احنا واقفين فيها دي باين اكشلي 4 اهرامات، هرمين الجيزة ورا خالص، وهرم جدفرع اللي هو يبقى ابن خوفو صاحب الهرم الأكبر، ورانا هنا هرم ليبسيوس رقم 2. ده مدخل هرم جدفرع. وهرم ليبسيوس الأول مش الجبل ده، بس وراه في حاجة كلها كوم تراب كده، هو ده هرم ليبسيوس الأول. الهرم ده اللي هو بتاع جدفرع واللي هو يبقى ابن خوفو، بيتقال ان هو ايام الرومان امباير اتدمر واستخدموا الطوب اللي هو كان مبني بيه عشان يبنوا بيه حاجات تانية زي بيوت او واتيفر. وبكده نبقى خلصنا اول 3 اهرامات، نتكل ونروح على اهرامات الجيزة. هناك في 9 اهرامات يا جماعة، فهنروح نشوف اهرامات الجيزة بتقول ايه. حضرتك سيطرة فضاف الوجه، فين الوجه؟ على 7:30 وغالبا احنا الوحيدين هنا في منطقة الله. الهرمات يا جماعة مفيش حد غيرنا، احنا وسيطرة طبعا. تقريبا اول ناس تخش منطقه البانوراما دي، على حسب طبعا كلام سيطره اللي جه معانا ومظبط لنا الموضوع. يعني الاهرامات عاده بتفتح 7:30 8، بس الصراحه وزاره السياحه بعد ما عرضنا عليهم الفكره عجبتهم جدا وظبطوا لنا ان احنا في كل هرم يبقى على الاقل معانا حد بيدخلنا مناطق زي فيو بوينتس نقدر منها نشوف منظر خرافي زي ده. واللي ناس كتير ما تعرفوش ان اكشلي هنا في 9 اهرامات، 3 اهرامات الكبيره وهناك الثلاث اهرامات اللي هم اسمهم كوينز بيراميدز، ومفروض ان ورا الهرم ده في 3 على الانترنس تانيين صغيرين، فكده يبقى توتال اهرامات الجيزه 9 اهرامات. ناس كتير اجانب فاكرين ان في مصر في 3 اهرامات بس احنا في اقل من ساعه شفنا 12 هرم. Be honest. How many pyramids did you think were here in Egypt before you came? 3. تخيلين يا جماعة احنا في الاهرامات لوحدنا، تقريبا مفيش اي سياح في المكان كله. باي باي. كده نكون خلصنا اهرامات الجيزة، دلوقتي النكست ستوب زاوية العريان. الجاي اللي بعديه جوه الاخر خالص، مش هنلاقي حته سد؟ لا مش هتلاقي، يعني العربيات بتخش جوه. حبيبي اسمك ايه؟ حبيبي ايه؟ داخلين الهرم العريان. The pyramid was meant to be a step pyramid of possibly 5 to 7 steps. No casing stones have ever been found, suggesting that the pyramid was actually never finished. So how many pyramids here? There are 2.
One is Pyramid Atroche and one is La Grande Excavation. واو. المهم ان هنا في هرمين يا جماعة في زاوية العريان. طلع فخ. طب كده نبقى شفنا لحد دلوقتي 14 هرم في ساعة ونص تقريبا. في هرم تاني المفروض في منطقة هنا كده، بس للأسف مش هنقدر ان احنا نشوفه لان ورا في زي ما تقولوا مركز جيش، فصعب ان احنا نخش. ودلوقتي ركننا العربية ورانا هنا وداخلين عند اهرامات ابو غراب. فيه بيبقى في حاجة اسمها هرم، ساعات حاجة اسمها سان تمبل، يعني هرم مفتوح من فوق فبيبقى ايه زي معبد اكتر ما هو هرم. وفي هنا في ابو غراب سان تمبل، يعتبر اكتر سان تمبل متحافظ عليه لحد دلوقتي في لستة لبسيوس اللي احنا بنستخدمها النهارده، ده يعتبر هرم. خلينا نوريكم الاهرامات. وكده وصلنا اهرامات ابو سير، وهنا يا جماعه في 13 هرم. متخيلين 13 هرم في مكان واحد بس؟ زي ما انتم شايفين اهرامات ابو سير اهي. Any facts about Abu Sir? Abu Sir comes from Coptic Busiri, meaning the house or temple of Osiris. Oba! The temple of Osiris. يا جماعه فوجئنا هنا بمين؟ بالناس اللي مصوره الدوكيومنتري الشهير بتاع نتفليكس، دوكيومنتري اسمه سقاره. سيكون الاهرامات في مصر على بعض كام هرم تقريبا؟ هو احنا هنا عندنا حوالي 114 هرم معروفين. هرم الملك زوسر ده هو اول بناء حجري في تاريخ البشريه. احنا دلوقتي جوه اقدم بنايه في العالم، متخيل؟ وده يا جماعة هرم أناس، وده من جوه أكتر هرم متحافظ عليه. وعندك هنا في الجنوب برضو هرم بيبي الثاني، ده هرم جد قراء السيسي، بعديهم هرم بيبي الأول. في 8 أهرامات ملكات في منطقة بيبي الأول، وعند هرم بيبي الثاني في 3 أهرامات ملكات، وفي هرم خنجر بعد كده في الجنوب. الهرم اللي عامل زي الدرس ده هرم الملك سنوسرت الثالث دولة وسطى في جنوب سقارة وبداية دهشور من ناحية دهشور. يعني تقريبا في سقارة كلها في كام هرم؟ احنا هنا 35 هرم. هرم الملكة إيبوت وهرم الملكة خويت. ده أهرامات الملك ده وده هرم من كوفور. من كوفور؟ اه. بصوا يا جماعة الزحمة في سقارة بيبقى شكلها عامل ازاي؟ كده نكون وصلنا خامس ستوب اظن او سادس ستوب، اهرامات دهشور. زيهم زي اهرامات الجيزة. الهرم ده هو اللي علم الفراعنه ازاي يبنوا اهرامات حقيقيه للدوله الكرده يعتبر. ومنه اتعلموا بعد كده ان هم يبنوا فكره الهرم اللي بعد منه، الهرم الكبير بتاع الملك خوفو. مباشره. طبعا الهرم الاحمر لانه موجود جزء من الاحجار بتاعته فيها نسبه ارتفاع الحديد، رصيد الحديد. فطبعا مع عوامل الزمن، مع بخار الماء، مع الكلام ده، مع الامطار دخلت بعض الاشكال من الشكل الاحمر. الساعه دلوقتي 12:30، احنا بدانا الساعه 6:30، يعني بقى لنا كده تقريبا. كده احنا داخلين على الهرم المنحني، باين ورانا الهرم الاحمر
وهناك خالص الهرم الأسود. الهرم الأحمر وهناك الهرم الأسود، إن شاء الله داخلين الهرم المنحني. 79 متر ونص الممر ده. كم؟ 79 متر ونص. تنزل لأول غرفة دفن على عمق 26 متر. طبعا الهرم ده ليه مدخلين، مدخل في الجهة الشرقية ومدخل في الجهة الغربية. ينتهي بممر طوله 65 متر يتلاقى مع نفس الممر ده شمال من خش منه لغرفة الدفن. هو احنا هنطلع بنفس الطريق كده؟ اصعب شويه بس باذن الله. بصوا يا جماعه السقف كله خفافيش. احنا مش بس محبوسين، لا ده احنا كمان محبوسين مع خفافيش. يعني قبل كده كان السقف ده ما يبانش، كله مش باين، مش باين من كتر الخفافيش. حاليا دلوقتي في الاوساط بجد الفتره دي عملناها مره واثنين وثلاثه ومحصلين الكام خفاش اللي موجودين دول باذن الله، وهيتقضى عليهم في خلال الشهر باذن الله يبقى مقضيين عليهم. بيقول لك لازم ناخد دش سخن بالليل عشان رجلينا تفك تاني. الصراحه مغامره، انا حاسس ان انا انديانا جونز. دخلنا كميه حفر وكميه كهوف وكميه سلالم. بعد تقريبا ساعه هنا في دهشور الصراحه متدمرين من دخول الهرم. فعلا اي حد عايز يجي دهشور اعملوا حسابكم ان انتوا تلبسوا لبس رياضه، لان المشوار جوه متعب جدا جدا جدا، بس ديفينتلي ورث. وبكده نبقى خلصنا اهرامات سقاره ابو سير، ورايا هناك دهشور. دلوقتي جاهزين ان احنا نطلع على اهرامات ميدوم. واللي متابع الفلوجز بقاله فتره عارف ان انا من شهر تقريبا كده عملت رحله من القاهره لحد اسوان من غير فلوس خالص، وبالصدفه وانا مسافر فوجئت بالهرم اللي ورايا ده يا جماعه، هرم ميدوم. بس ده بما ان هو ستيب ومش كامل من فوق فالناس بتسميه الهرم الكذاب. بالنسبه لي انا شخصيا ده احلى هرم شكلا في مصر كلها. خلينا يا جماعه الهرم 64 في اقل من 12 ساعه. احنا دلوقتي بدانا الرحله بتاعتنا الساعه 6:30 ودلوقتي تقريبا الساعه 4:30، فاحنا في 10 ساعات شفنا 64 هرم. متخيلين؟ بصوا المنظر اللي ورايا، منظر خرافه. نبقى وصلنا اخر هرم في التحدي بتاعنا، وهو هرم لاهون يا جماعة. يسيبكم من ان في هرم وده الهرم 65 اللي بنشوفه النهاردة. بس بص السانسيت. من ساعة ما عشت بره مصر وجالي فرصة استكشف بلاد تانية كتير، وانا شغفي اني اعرض مصر للعالم بطريقتي الشخصية، واني ارجع مصر على الخريطة الدولية في السياحة، وهو ده بالظبط اللي قدرت احققه عن طريق شركتي ماي ايجيبت. ففي نهاية الفيديو احب اسيبكم برسالة واحدة بس، وهي اكتشفوا مصر.